يعني حسيت انه اكو نار بصدري، يعني احتلوني واحتلوا اختي واحتلوا امي واحتلوا عرضي واحتلوا قاعي عرضي وطني. قمت اتاذى من اشوف مكان، فضجت من عدم بديت اشتغل. كنا اول يومين كانت بعدها فورة الحرب بدمنا، فاستغلينا هاي الفورة بعد، لانه احنا لو باردين شويه وغيره يبرد وغيره يبرد وغيره يبرد، ما كان صارت المقاومه هسه بالحد اللي وصلته. العراق كذلك، العراق وطننا، العراق عراقنا، ما يخاف على قاعه ما يخاف على عرضه، يسوى ريحه نفس ترى. شو الشبر من العراق مالتنا، بس هو نفس نفس احنا نفسه يعني. فهالمجموعة تكونت بصورة عفوية تحت راية الإسلام، يا مهندسين، ضباط، مدرسين، ناس بسطاء، مثقفين ثقافة متوسطة أو ثقافة جيدة، ثقافة عالية، يفهم الإسلام من خلال تطبيق شعاره بصورة صحيحة. أنا قبل هاي الأحداث ما كنت أصلي ولا أعرف طريق الجامع. بالدرجة الأولى من الأهداف المشروعة هي كل القوات العسكرية الموجودة بالعراق، هاي الأهمية الأولى. الأهمية الثانية المتعاونين وياهم، أكو مترجم يساعد الناس يوضح صورة مجرد لا أكثر ولا أقل، وأكو مترجم لا يأذي، أكو شرطة تقوم بواجبات الشرطة، طارد عصابات، تحفظ الأمن، هذول ما لنا علاقة بهم، بس أكو شرطة متعاونة ويا الأمريكان. فقلت لك القوات الأمريكية والقوات المحتلة، خلينا نكون نجمعها، القوات المحتلة والمتعاونين وياهم ضد الشعب العراقي وضد المجاهدين هم الأهداف المشروعة. بس ان شاء الله ما دام اكو نفس وطني وعرق وطني وقلب ينبض بالحياه ما خليهم يرتاحون بهذا البلد. طول ما الامريكان هنا لا راح نرضى على حكومه ولا راح نرضى على الدستور ولا لا، يعني شنو اللي يجي ببالك ما نرضى عليه، نرضى بشيء واحد، خلت تطلع القوات الامريكيه السنه والشيعه تربطهم روابط يعني قرابه. كبيرة يعني مثلا انه انا ما اخذ شيعية، اختي ما اخذ شيعي،
ممكن أنا أقتل مثلاً خوال جهادي أو زوجتي. إذا صح اللي وصلوا إنه الزرقاوي مهدد إنه يضرب الشيعة، فالزرقاوي هذا مو مجاهد أصلاً، هذا مو مسلم لعب. أفرض العراق جحتل أمريكا وجندي عراقي عدى ببابه ويفوت بالشارع الأمريكي وشايل السلاح ويهدد ويفتش ويطشر أرض البيت، تقبل؟ فكذلك قلت لك كل عراقي ما يقبل بالاحتلال، ولا تتفاجئون بردود الفعل.